ده عبر سكايب الصحفي بإذاعة راديو مارس المغربية. يا أستاذ يونس أهلا بيك، منورنا. أهلا بك صديقي أمير، أهلا بالسادة والسادات المشاهدين وكل متتبعي كرة القدم الإفريقية. أهلا بيك منورنا. أكيد عايز أطمن من خلالك الأول على الأحوال في المغرب الشقيق بخصوص فيروس كورونا وتفشي هذا الوباء، وتحديدا فيما يتعلق بحالات لاعبي فريق الوداد المغربي. يعني الوضع هنا بخصوص جائحة كورونا كوفيد 19 المستمرة في يعني العالم، وأيضا من القطاعات المتضررة على المستوى العالمي لكرة القدم والرياضة بصفة عامة. فالمغرب تابعنا كيف كان يعني مرحلة الحجر الصحي، توقف المنافسات ثم العودة من جديد لباقي المباريات، كان أيضا بروتوكول صحي الذي اعتمدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تضييق مساحة انتشار هذا الفيروس، عافانا وإياكم من هذا الفيروس. أيضا كانت دورية مؤخرا بالنسبة لوزارة الصحة المغربية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وراسلت من خلالها كل الأندية بخصوص عدد الإصابات التي من خلالها يمكن تأجيل المباريات. يعني أكثر من 6 حالات في هذا الحال ممكن تأجيل المباراة. لو 6 حالات المباراة تتأجل عادي، إذا كان يعني إذا كانت أقل من 6 حالات أو أقل من 7 حالات فلا يمكن تأجيل المباراة. تمام، 7 حالات فما فوق يتم تأجيل المواجهة يعني لآخر المعطيات وآخر دورية يعني ما بين وزارة الصحة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بخصوص حالة الإصابات التي سجلتها أو سجلها نادي فريق الوداد الرياضي والتي كان انعكاسها يعني سلبا على باقي المواجهات بالنسبة لبطل المغرب، فتأجلت مباريات عديدة منها أيضا المواجهة مؤخرا ما بين الجيش الملكي والوداد والتي أجريت بحر الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، والتي عصفت أيضا بالمدرب أخوان كارلوس غاريدو صديق أمير. تمام، كواليس إقالة جاريدو، وهل كان في نية عند مسؤولي الوداد الإبقاء على المدير الفني حتى الموعد الأفريقي المرتقب أمام النادي الأهلي، لكن بعد تأجيل مبارياتي الأهلي تم اتخاذ هذا القرار بإقالة جاريدو وتعيين المدير الفني الأرجنتيني ماجويل ماجندي؟ نعم كابتن أمين، يعني حتى أكون يعني معك موضوعي وبكل وضوح، يعني إقالة خوان كارلوس غاريدو في هذه الظرفية لا شك أنه يبقى قرار هل سيأتي بالإيجاب من بعد تولي غامودي والطاقم التقني الجديد، هل سيأتي إيجابا أو سلبا، ننتظر المباريات الرسمية المباريات المؤجلة وأيضا المواجهة ديال الأهلي المصري والوداد التي أجلت إلى 17 من شهر أكتوبر المقبل. لكن حتى أكون معك واضح، يعني العصبة الاحترافية وضعت برنامج المباريات بعيدا عن أي خبر ممكن يتعلق بتأجيل نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، لكن الشيء الجميل هو تابعنا كيف أنه تفاعل أيضا منافس فريق الوداد في نصف النهائي فريق الأهلي المصري. حقيقة يعني الجمهور المغربي أيضا كان ينتظر هذا التعامل من الأهلي المصري دائما ما كان إيجابيا في علاقته خصوصا مع فريق الوداد الرياضي دائما في الإطار الرياضي. إقالة غاريدو في هذه المرحلة تأتي من بعد 7 مباريات كانت منها هزيمتين، واحدة بملعب راديس في مواجهة ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، ثم هزيمة أخرى من بعد الحجر الصحي أمام نهضة بركان فريق الذي ينافس على لقب هذا الموسم وأيضا ينافس في كأس الاتحاد الأفريقي في نصف النهائي. فالجمهور كان غاضبا من أداء خوان كارلوس غاريدو، ممكن من يلتمس الأعذار لخوان كارلوس غاريدو يعني مع الحجر الصحي، توقف المنافسات، الغيابات، الإصابات، نتكلم عن كومارا، أشرف داري، لكن الأسلوب أو اللحمة داخل المجموعة الودادية غابت في هذه المواجهات، الشيء الذي ممكن عصف أو عجل برحيل خوان كارلوس غاريدو. حتى التقنيين هنا بالمغرب تكلموا على خوان كارلوس غاريدو لم تظهر بصمته او لمسته على فريق الوداد خصوصا في التعادل الاخير امام الجيش الملكي الوداد، يعني اداؤه كان بعيدا عن متوسط الاداء الذي كان يقدمه الوداد مع سواء مع زوران مارووفيتش او سيباستيان بيسابر او حتى عبد الله صابر الذي اشرف على الفريق في وقت من الاوقات في هذا الموسم. تغيير الأجهزة الفنية بشكل مستمر بالنسبة لفريق الوداد، هل ممكن يأثر بشكل أو بآخر على استقرار الفريق فنيا تحديدا؟ يعني كابتن أمير حتى أضعك في الصورة، يعني فريق الوداد الرياضي في عهد الرئيس الحالي تقريبا 14 مدرب أشرف على
فريق الوداد الرياضي، والوداد الذي نافس مع رئيس الحالي والمكسب الحالي، توج بعصبة الأبطال الإفريقية لاعب النهائي مرتين، توج بالبطولة الوطنية. لكن هذا المعطى ديال تغيير المدربين بدون شك سيكون له تأثير، لكن نتكلم هذه المرة عن المدرب جاموندي المدرب الأرجنتيني، ثاني أرجنتيني يشرف على الوداد الرياضي من بعد الراحل أوسكار فيلوري. لكن خلينا نكون معك واضح أنه كاموندي يعرف جيدا كرة القدم المغربية، لأنه كان مدرب سابق لفريق حسنية أكادير ويعرف عدد من اللاعبين. المجموعة الودادية خاضت عدد كبير من المباريات، يعني المتتبعين لفريق الوداد يقولون فقط المدرب الذي سيشرف على الوداد يجب أن يعرف كيف يعيد الروح داخل المجموعة، كيف يعيد الرغبة للاعبين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، البطولة، عصبة الأبطال الإفريقية. يعني من حسن حظ المدرب الآن والطاقم التقني الآن اللي فيه، كما قلنا جاموندي، طارق شهاب الدولي المغربي السابق، موسى نضال الهداف التاريخي، وأيضا المعد البدني جيمي. يعني هذا المجموعة يعني من حسن حظها تأجيل نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وتقريبا 4 إلى 5 مباريات رسمية في البطولة الاحترافية ممكن تعطي مساحة أو مجال أوسع أو أوفر للطاقم التقني الآن قبل الموقعة بمدينة الدار البيضاء ما بين الأهلي والوداد الرياضي. ممكن الأهلي المصري، يعني تابعت المقابلة أمس أمام فريق الإسماعيلي المصري انتصار بثلاثية، يظهر أن الفريق من بعد مباراته السابعة من بعد الحجر الصحة وتوقف المنافسات، يظهر أنه بدأ يرجع إلى الريتم أو إلى مستواه الذي ينافس فيه وطنيا وقاريا. طيب كيف استقبل جمهور الوداد ومسؤولي النادي خبر تأجيل دور نصف النهائي، وتحديدا كمان موقف النادي الأهلي من هذا التأجيل وعدم اعتراضه على التأجيل كمبدأ؟ يعني كما قلت في المقدمة، يعني جمهور الوداد وجمهور الأهلي أو مسؤولي الفريقين يعني تواجهوا في عديد من المناسبات، وكانت ذكريات جميلة مع اللاعبين السابقين عماد متعب، يعني أسماء كثيرة اللي كانت يعني حضرت الى الدار البيضاء. واذا حتى الجمهور المصري او الجمهور الاهلي دائما ما كان مرحبا به هنا بملعب مركب محمد الخامس. يمكن المعطى السلبي في هذه القمه المغربيه المصريه هو غياب الجمهور، لكن من دون شك ان المستوى سيكون كبير. يعني رد الفعل داخل المكتب داخل المجال الرياضي او الجمهور الوداد الرياضي فكان ايجابي كما قلت، وكانوا مرتاحين، خصوصا ان المقابله ديال الاهلي المصري وفريق الوداد الرياضي تزامن ايضا مع مقابله الديربي. اذا الوداد ان لم يلعب نصف نهائي الاهلي المصري فينتظره قمه مهمه مع خصمه ومتصدر البطوله فريق الرجاء الرياضي كابتن امير. اكيد يا استاذ يونس، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الاستاذ يونس جوده كان معانا عبر سكايب، صحفي طبعا باذاعه راديو مارس المغربيه، واتكلمنا وتطرقنا معاه للملف الافريقي وتحديدا